فإن ملاذي مستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب. رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج تنوير القلوب. ونبدأ ونقول: هل هانت أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على شيوخ الإسلام وعلمائه، فانطلقوا ينشرون فقه العنف والتكفير والصدام مع الحكومات؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان مع كل عمل إرهابي يتردد صداه في بلد من البلدان، ومع كل جماعة متطرفة تعلن مسؤوليتها عن تفجير هنا أو هناك، ومع كل دعوة للتمرد تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحرض الناس على التظاهر والإضراب والاعتصام، وكلهم يلصق بالقرآن والسنة النبوية ما يقوم به من أعمال العنف والإرهاب. لقد اكتوت بلاد المسلمين لسنوات طويلة بسبب هذه التعاليم المزيفة، ولا زالت رحاها تدور وتطحن ألوفا من الشباب المسلم بدعوى الجهاد ضد الحكومات الكافرة حينا، وبدعوى الثورة لتغيير أنظمة الحكم حينا آخر. فهل من عاقل منكم يا شيوخ الإسلام يرحم شباب الأمة من هذه الأفكار المسمومة، ويخرج بكل شجاعة ليعترف ببطلان تلك التعاليم الدموية المزيفة، ويبين بكل وضوح أن الإسلام دين لا يعرف طريق العنف والإكراه، ولا يؤمن بالثورة ولا بالتمرد على الحاكم مهما ارتكب من أخطاء، ولا يبيح الغدر واقتناص الفرص لقتل المخالفين، ولا يسمح بإضمار الشر والكراهية لنظام الحكم في بلد قد ارتضيت أن تعيش فيه. كلا، بل الإسلام هو دين الأمن والطمأنينة والسلام، هو دين محبة، هو دين محبة الأوطان بكل صدق وإخلاص قلبي،
وهو دين البناء والتعمير والتنمية والإصلاح. سيقول البعض: أنتم خانعون للطغاة، أنتم منبطحون للظلم، أنتم ساكتون عن كلمة الحق. وحاش لنا ذلك، نحن من تربينا في مدرسة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، الخادم الصادق لسيده وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكننا قوم لا نتبع ثوائر النفوس، ولا نسلم قيادة عقولنا لدعاوى الغضب والرغبة في الانتقام. قدوتنا آل ياسر، وقد صبروا على الظلم حتى نالوا بشارة السماء. صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ورغم استشهادهم تحت حكم قريش الظالم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبدا أحدا بثورة ولا بانتقام ولا تمرد، ولم يقم بتشكيل عصابة سرية للخروج على حكم قريش، بل أمر صحابته بالصبر الجميل، ومن بعدها أمرهم بالهجرة. فهل أنتم أشد غيرة على الدين والأوطان أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن صورة الإسلام التي شوهت بفعل فتاوى القتل والتكفير وتخريب الأوطان لم تعد تحتمل مجالا لأنصاف الحلول، ولم يعد مقبولا من أهل العلم والفتوى في بلاد المسلمين أن يكتفوا بالمجاملات ويدغدغوا عواطف الشباب طلبا لرضاهم، بل حان الوقت للصدع بكلمة الحق في وجه شباب ثائر ينطلق دون وعي لتخريب وطنه وبلده، وتقديمها لقمة سائغة للأعداء باسم الدين. والدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم براء من ذلك تماما. إخواننا الأحبة، تكلمنا بالأمس في الحلقة الأولى من تنوير القلوب عن رؤية الإسلام للحاكمية ونظرته لأنظمة الحكم على اختلاف أنواعها، وأوضحنا أن الله تعالى لم يرسل رسوله لأجل إقامة دولة والتربع على سدة الحكم، بل أرسله ليتلو آياته على الناس ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قدم لنا الأسوة العملية باعتباره محكوما مرة، وباعتباره حاكما مرة أخرى. واليوم بإذن الله تعالى نستكمل الحديث في هذا الموضوع المهم، ونتعرف على موقف الإسلام من شتى صور التمرد المعاصر كالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والثورات وغيرها، ونتعلم من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كيف نواجه ظلم الحاكم، ونصغي السمع لكلمته المباركة في توجيه أهل الحكم والسلطان بالتزام العدل في حكمهم، ونرى أيضا كيف ترجم حضرة المسيح الموعود عليه السلام تعليم سيده ومطاعه صلى الله عليه وسلم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وقدمه لنا بصورة بديعة تضع أساس الأمن والسلم في مجتمعات المسلمين. مشاهدينا الأكارم، يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم إما عبر الهاتف أو عبر الواتساب. يمكن أن ترسلوا رقم الهاتف والاسم مع مفتاح الدولة، ونعود ونتصل بكم.
هذه الحلقات مهمة جدا ليستقر الأمن والأمان في بلاد المسلمين التي عانت ونزفت الكثير من الدماء. فنحن نقدم البلسم الشافي لعلل الأمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوب وعقول من يسمعنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا. إذن ما هو مفهوم الإسلام للديمقراطية الحقيقية، أو لنقل الحكم الراشد، وما أسسه ومعالمه؟ أستاذ أيمن. جزاكم الله أحسن جزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل ودل، وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى. فمفهوم الديمقراطية في الإسلام، وأيضا لنقل كما ذكرتم الحكم الراشد والرشيد، مختزل في قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة التي أيضا ذكرناها البارحة ولا بد من التركيز عليها مرارا وتكرارا، في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في هذه الآية ركيزتان أساسيتان، إذا ضمنتا وأقيمتا فعلا على أرض الواقع كانت الديمقراطية الحق، وكان الحكم الراشد. الركيزة الأولى هي أن تكون عملية الانتخاب يعني مبنية على الأمانة والاستقامة. أن تؤدوا يأمركم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أن يكون في ذهن الناخب يوم الانتخابات أن يؤدي صوته في المكان المناسب، أن يضع، أن يسهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. عندما يقولون صوتك أمانة، فعلا صوت الناخب هو أمانة. صوت الناخب يجب أن لا يشترى بموقف سياسي، يجب أن لا يشترى بتعصب حزبي سياسي، ولا أن يشترى بتعصب قبلي ولا مناطقي ولا جغرافي ولا أي تعصب، ولا حتى ديني، ولا حتى ديني. يعني إذا كان الناخب ذاهب للانتخاب وكان المرشحون بينهم مرشح من غير دينه وهو أنسب لهذا المنصب، فعليه أن يؤدي بصوته لهذا المرشح الذي حتى وإن كان يخالف دينه ولكنه أنسب للمنصب الذي يرشح إليه، ومقتضى الأمانة يقول بأن يؤدي صوته لهذا الشخص. طبعا للأسف هذا في أرض الواقع غير موجود، لأنه وعي الناس بعيد عن الاستقامة، بعيد عن التقوى، بعيد عن يعني استشعار رقابة الله تبارك وتعالى. أين يمكن حتى من الأحزاب السياسية الإسلامية، أين تجد ابن تنظيم سياسي حتى وإن كان إسلامي يمكن أن يضع صوته في صندوق الاقتراع لصالح شخص من حزب آخر إذا كان في قرارة نفسه يؤمن بأن هذا الشخص أنسب لهذا المنصب؟ جميل. لا يمكن. هذه حتى نقطة وإن مهمة كان جداً. أنا لا ألوم الآن في الدرجة الأولى، لا ألوم أبناء الأحزاب الملحدة أو الاشتراكية أو الأحزاب العلمانية أو الأحزاب أيا كانت، ولكن ألوم وبقوة ابن الحزب الذي يدعي أنه يعني يلتزم بالإسلام دينا ومنهجا وخلقا ومبدأ، أن يعني ينأى بنفسه عن التصويت لغير أبناء حزبه وإن كانوا في قرارة نفسه أفضل لهذا المنصب ولهذه الأمانة. هذا يخالف تعاليم الإسلام. إذن المرحلة الأولى أو الركيزة الأولى للديمقراطية الحقة التي تؤتي ثمارا طيبة في الإسلام هي الأمانة، هذه من ناحية من الناخب. الركيزة الأخرى هي من ناحية المنتخب. عندما تنتهي الانتخابات وتخرج النتائج ويصبح هناك حزب أو جهة مسؤولة هي بيدها مقاليد الحكم والسلطة، عليها أن تلتزم كما تأمر هذه الآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل ليس العدل في حدود الحزب، وليس العدل على مقاس العائلة، وليس العدل على مقاس حتى الوطن، وليس العدل على مقاس الدين، ولكن العدل المطلق كقيمة عليا ومبدأ سامي، يعني لا يمكن
التلاعب فيه. هذا مبدأ يتفق عليه كل الناس ولا يختلفون. العدل عند المسلم لن يختلف عن العدل عند المسيحي، عند اليهودي، عند حتى الملحد. العدل في منطقة ليس مختلفا عن العدل في منطقة أخرى. إذن العدل هو العدل كقيمة عليا ومبدأ سامي. إذن لابد من التزام العدل من الجهة الحاكمة. هاتان ركيزتان: أمانة من الناخب، استقامة من الناخب، أن لا يبيع صوته بكرت هاتف ولا مبلغ جيد زهيد. جيد أن تقول عن الحياة التي عشتها أيضا. نعم، هذه حياة نعيشها في الجامعات وفي الانتخابات. نعم، وفي كل هذه الأمور. هذه حياة يعيشها كل عربي وكل مسلم للأسف. يبيع الناخب صوته بثمن بخس، بربطة خبز ممكن يبيع صوته أحيانا. يعني الحرة لا تأكل بثدييها أيضا. هذا مبدأ ينطبق على كل الناس. الحر لا يبيع صوته بمهما كان، حتى لو بروحه بدمه ما بيبيع صوته. الأمانة تقتضي، الله تبارك وتعالى يأمرنا، وأمر الله سبحانه وتعالى مقدم على أمر العائلة وأمر الحزب وأمر الوطن وأمر كل شيء. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا أنا كناخب من واجبي إذا أردت أن أقيم ديمقراطية إسلامية حقة على أرض الواقع، وأن تخرج من فقط فلسفات وكلام فارغ إلى أرض الواقع، علي أن ألتزم بهذا المبدأ. وإلا إذا ظل تعصبي لحزبي ولقريتي ولعائلتي هو الأولوية، لن تكون هذه الديمقراطية الإسلامية ولن ترى النور أبدا. فإذا هذا المبدأ، الركيزة الأولى. والركيزة الثانية هي على الطرف الآخر من طرفي المعادلة، وهي الأحزاب أو الجهات المسؤولة التي يتم انتخابها أن تلتزم العدل المطلق. العدل المطلق مرة أخرى، وهذه تحتها ألف خط: العدل تجاه المختلف في الدين، المختلف في الحزب، المختلف في المناطق الجغرافية، حتى العدل تجاه الأعداء خارج البلد. لابد إن الله يعني: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب حتى للتقوى. مع العدو يجب أن تعدل. نعم حتى مع العدو. يعني أنا كثير من الأحيان عندما نناقش يقول: ماذا، من أين جئت بهذا الكلام من تعدل؟ هذا الفرق، هذا الفرق بين ما يصنعه الإسلام وما تصنعه المبادئ الأخرى. أقصى سقف المبادئ الأخرى. وكأنها لم تنزل آية في القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه ميزة الإسلام. الإسلام يسعى إلى خلق إنسان صالح وليس مواطن صالح. المواطن الصالح ينتهي صلاحه بحدود بلده الجغرافي أو بحدود حزبه. يعني مثلا إكس من الأحزاب مثلا فلسطيني صالح، تنتهي صلاحيته وينتهي صلاحه بحدود فلسطين. أردني صالح وينتهي صلاحه بحدود الأردن. إذا أصبح للأردن مصلحة خارج الأردن، تنقلب الموازين وبتخرب المعادلة. يعني ليس شرطا أن يكون إنسانا صالحا إذا ما تعارض صلاحه مع مصلحة الأردن، فعليه أن يضع الصلاح جانبا. بينما الإسلام لا يفعل ذلك. الإسلام يريد أن يخلق إنسان صالح، هو دائما بوصلته تجاه الصلاح، وإن تعارض مع مصلحته كفرد أو مصلحة عائلته أو قريته أو حتى وطنه. المهم لا يترك زمام العدل. نعم، هكذا يمكن أن تتحقق مصلحة العالم. في النهاية مصلحة الوطن بأن يكون أبناء صالحون، أناس صالحون وليس مواطنون صالحون فقط يتخلون عن صلاحهم عندما يتعارض صلاحهم مع مصلحتهم. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. وهذا التعليم القرآني الإسلامي. الأستاذ تميم، كيف كانت دولة الإسلام في المدينة المنورة زمن النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما معالمها الدستورية في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ بارك الله فيكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن نموذج دولة المدينة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نشأت نتيجة للضغط الذي طبق على المسلمين في مكة، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطلب اللجوء خارج مكة هو والمؤمنون الذين معه، هذا أدى إلى نشوء هذا الكيان. وبوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم حاكم هذا الكيان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعقد هذا الميثاق الذي بين فيه أن
جميع من يعيشون في هذا الكيان ومن يلحق بهم ومن يتحالف معهم، فإنما هم أمة واحدة من دون الناس. يعني نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في بداية هذا الكتاب؟ هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس. وطبعا بعد ذلك ذكر هذا الميثاق تفاصيل كل فئة وكل جماعة وكل قبيلة، يعني مثلا تفاصيل قبائل أهل يثرب الأنصار وتفاصيل اليهود وغيرهم من الأقوام الأخرى، يعني كل فئة مذكورة ومذكور ما لها وما عليها، وأن الجميع يعيشون في ظل هذا الكيان المشترك الذي يجب أن يحموه وأن يتوفر للجميع من خلاله الحياة الآمنة المستقرة. وهذه هي نظرة الإسلام في الواقع للدولة. يعني الدولة ليست كما يظن البعض أنها دولة المسلمين، بمعنى أنه إذا أسلم أحد فإنه يصبح مواطنا في هذه الدولة، وإذا لم يكن مسلما فإنه ليس مواطنا وإن عاش في هذه الدولة. ويعني بمعنى أن الجنسية يمنحها الإنسان بسبب دينه. هذا الأمر يمكن أن ينطبق حاليا على دولة واحدة وهي إسرائيل اليوم. يعني إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي إذا كان شخص يتدين باليهودية ويثبت أنه متدين باليهودية فينال الجنسية بمجرد وصوله أرض المطار. أما هذا الشيء العجيب فلم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بيّن بأن جميع من يعيش في المدينة من مسلمين ومن غير مسلمين، من أهل يثرب ومن أهل مكة ومن اليهود ومن غيرهم، هؤلاء جميعا مواطنون متساوون، لهم حقوقهم ولهم خصوصياتهم أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صان هذه الخصوصيات، سواء كانت خصوصيات دينية أو خصوصيات ثقافية أو خصوصيات قبلية أو غير ذلك، بمعنى أنه لم يطلب من الناس أن يتغيروا أو يغيروا سماتهم أو أن يغيروا انتماءاتهم، لا، كل المطلوب فقط أن نعيش جميعا متساوين متصالحين نعمل للمصلحة المشتركة، ويستطيع كل مجموعة تستطيع كل مجموعة أن تؤدي كل ما تريد من سواء من أمور لنقل أو طقوس دينية أو غير دينية أو أمور ثقافية مختلفة متنوعة، بشرط ألا تضر بهذه الجماعة الكبيرة أو بهذه الدولة. هذه هي الخطوط العامة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للدولة. فالدولة عليها أن تحافظ على الأمن والأمان والاستقرار لجميع المواطنين، وأن يكون الجميع متساوون، وأن تحافظ على خصوصياتهم، وأن تحافظ على انتماءاتهم أيضا، لا بأس في ذلك، وأن تسعى لكي ينال الجميع الأمن والأمان والاستقرار، وأن يتضافر الجميع من أجل مصلحة هذا الكيان أو هذه الدولة لحمايتها. أما الدولة الإسلامية التي في أذهان هؤلاء الذين ينظرون لها اليوم، فإنما هي دولة في الواقع لا تمت إلى الإسلام بصلة. ها، يمكن أن نقول، يعني تعرفون مثلا في إسرائيل كان هنالك ضجة كبيرة، لأن نتنياهو مثلا قبل مدة كان يصر على أن إسرائيل هي دولة اليهود، بمعنى أن الإنسان إذا كان يهوديا فلذلك يجب أن ينال الحقوق كاملة، أما إذا لم يكن يهوديا فلا بأس وأن أخذ بعض الحقوق، إلا أنه لا يمكن أن يعتبر مواطنا كاملا في هذا الكيان. فهذا شيء يعني في غاية التطرف، حاشا لله أن ينادي الإسلام بشيء من هذا القبيل، بل على العكس تماما، الإسلام كما قلنا ينادي بالمساواة بين المواطنين. دولة الإسلام هي دولة كل مواطنيها بكل أشكالهم وأعراقهم وأجناسهم واختلافاتهم، ولا يطلب الإسلام من أحد أن يغير دينه أو أن يذوب في كيان آخر أو أن يفعل أي شيء لكي يصبح مواطنا. فقط قامت هذه الدولة على هذه الأرض أو على هذه المساحة، فيجب أن نتعاهد جميعا لنكون لنعمل للمصلحة المشتركة. فإذا فهمنا أن هذا ما يطلبه الإسلام، عند ذلك ندرك بأن الإسلام لا يمكن أن يتصادم مع أي نظام سياسي قائم،
ولا مع دولة ولا مع مجموعة دول، لأن كل الذي يريده هو أن يصل العدل أو أن يكون هنالك عدالة بين جميع أطياف المجتمع وبين جميع فئة المجتمع، وينال الجميع حقوقهم كاملة غير منقوصة دون أن يكون عليهم أي نوع من الضغوط الناجمة فقط عن اختلافهم عن غيرهم. فيعني انظروا إلى الفارق الكبير بين نظرية الإسلام والنظرية التي يقدمها المتطرفون اليوم، الذين يظنون بأن الإسلام إنما هي دولة المسلمين التي تعطيهم حقوقا خاصة والتي تفضلهم على غيرهم، والتي لا يكون المواطن فيها مواطنا حقيقيا إلا إن كان مسلما، وحاشا لله أن يكون هذا هو تعليم الإسلام العظيم. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ جمال، قبل أن نأخذ الأستاذ جمال، لكن ممكن نأخذ الاتصالات بعد الأستاذ جمال. تدعي بعض الجماعات والأحزاب الدينية أن تطبيق الحدود غاية الشريعة وعدم الحكم بما أنزل الله كفر بواح، فما الجواب على هذه المقولة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن القرآن الكريم هو شريعة المجتمع المسلم ومنهجه ومرجعه في أحواله الشخصية والروحية وتعاملاته التجارية وعلاقاته الاجتماعية والأسرية. أما القواعد والقوانين التنظيمية في إدارة الدولة فكيف توصف بالكفر، مع أنها وسائل وأدوات وظيفية لتحقيق الخدمات للرعية أو للمواطنين وتسهيل الحياة العامة لهم. القول بكفر الدولة اعتمادها قوانين تنظيمية أو في اتخاذها دستور تتحدد فيه الصلاحيات أو الحقوق بين المواطن وبين الدولة، هذا الوصف فيه تجاوز، لأن صياغة القوانين التنظيمية ليس سوى وسائل وأدوات تقتضيها الضرورة والمدنية. ثم إن ما تستدل به هذه الجماعات المتطرفة كذريعة في التكفير هو قول الله تبارك وتعالى، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهم يرددون هذه الآية مجتزئين إياها من سياقها ومعناها كما سيتبين. وقد ورد الحكم بما أنزل الله في القرآن الكريم في سورة المائدة في موضعين تقريبا، في قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم إن جميع أهل التفسير قد أجمعوا على أن هذه الآيات كانت في شأن أهل الكتاب وليس في المسلمين. وهذه الآيات في حقيقتها لا تتحدث عن الحكم والحاكمية مطلقا، بل إنها تتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم يجب أن يحكموا الله تبارك وتعالى وبقية وحيه الذي ما زال محفوظا في التوراة والإنجيل، ليعرفوا الحق الذي هو اتباع الإسلام وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعوة هؤلاء في مسألة تطبيق الحدود، فتطبيق الحدود ليس مقصودا رئيسيا في الشريعة، لأن الحدود هي جزء من الشريعة لا كل الشريعة. كما أن تطبيق الحدود أستاذ محمد لا يقع وزره سوى على الحكومة بعد استيفائها حقوق الرعية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يثبت من التاريخ الإسلامي على سبيل المثال كيف أن الخليفة الراشد الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قد أوقف مؤقتا حد السرقة في عام المجاعة بالمدينة المنورة، وذلك لانتفاء الشروط والظروف الملائمة التي قد تعجز فيها الحكومة الإسلامية في توفير حاجيات الناس بسبب الكوارث والآفات العامة. فمثلا الذي يأكل ما يكون ملكا لغيره بسبب شدة الجوع وعجزه عن الحصول على الطعام مثلا يكون غير مختار، فلا يكون قد قصد السرقة، ولهذا لم يقطع سيدنا عمر رضي الله عنه يد الرقيق الذين أخذوا ناقة وذبحوها، وأمر سيدهم حاطب بدفع ثمن الناقة، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يقطع في عذق ولا عام السنة. وهذا في الواقع يدل على أن إيقاع الحدود لا يكون واجبا إلا بعد تحقيق الشروط وآداء الحقوق الأساسية للمجتمع. فالمجتمعات التي لا يراعى فيها العدل ولا أداء حقوق الرعية من تنمية اقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف عيش المواطنين بكرامة، وينخو فيها الفقر والتفاوت الطبقي الظالم، حيث تزداد طبقة الأغنياء ثراء فاحشا على حساب القاعدة العريضة من الشعب البائس الذي لا يكاد يجد قوت يومه، فأن أن تكون الحدود هي الحل لإصلاحها والرقي بها، بل تطبيق مثل هذه الحدود على زعم من يحملون شعار تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود، يعني تطبيقها وتنزيلها في مثل هذه الظروف في العالم الإسلامي البائس، نصف السكان والمواطنين مقطع أيديها. نعم أحسنت، فيكون ذلك نكبة ولعنة ومصيبة على هذه البلاد وهذه الشعوب سيد محمد، ويسفر عنه الآلاف الإعاقات، فهذا يكون هذا هو مقصود الشريعة والعياذ بالله حسب ما ينادي به يعني دعاة تحكيم الشريعة. فمعاذ الله أن يكون هذا هو مقصود الشريعة وأصلها والمراد من تحكيمها والعمل بموجبها. جزاكم الله أحسن الجزاء. تفضل. ننظر إلى هذه المفارقة، يعني عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخليفة الراشد الثاني العظيم، يعطل حد السرقة لعام تقريبا بسبب المجاعة والفقر، وتأتي جماعة متطرفة رعناء مثل داعش وتطبق الحدود على الناس في الشوارع أثناء الحرب، والناس جوعة أصلا قبل الحرب في تلك البلاد. فانظر إلى الرعونة، انظر إلى يعني هذا الكم من الجهل ومن اللعنات التي الأحقاد والضغائن، نعم، الذي جاءوا ليفرغوها، هم حقيقة سيئون فجاءوا متعطشون للدم، متعطشون يعني. وأصلا هي حقيقة كل أستاذ أيمن، كل من يعتقد بهذه المعتقدات الله سبحانه وتعالى أراهم صورتهم بوجه داعش، يعني عليهم أن ينظروا. إذا كنت تعتقد بهذه بتطبيق مثل هذه الأفكار فانظروا إلى تطبيق داعش، فأنت داعشي في مرآة الواقع. في مرآة الواقع، وفعلا هذه الخلافة التي كنتم تتمنوها فأعطاكم إياها الله لكي تروا الكوارث، نعم، نتيجة هذا الفكر تصوركم العقيم لشكل الدولة ولشكل الحكم ولشكل الحدود. كانوا مبسوطين الناس في داعش، كانوا الناس مبسوطين وقالوا يعني هي الخلافة جاءت، يعني هم يطيشون على شبر ماء ويظنون والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى يخلف وعده. لا، هذه الأفكار هي أفكار هدامة، لا أساس لها في الإسلام ولا في سنة الحبيب رسول الرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين. معي الأستاذ أحمد من موريتانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. خفض صوت التلفزيون واسمعني من سماعة الهاتف. نعم إن شاء الله. مرحبا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا. بالحقيقة أشكركم أستاذ وأشكر ضيوفك الكرام. هناك ثلاث نقاط كنت أود أن أشير إليها.
الأولى أن الإسلام في الحقيقة هو يقيم نظام الدولة العلمانية. الدولة العلمانية بمفهوم الدولة التي تتعايش فيها الأديان، وذلك لعدة أسباب. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير النظام السياسي لليهود في الجزيرة العربية بين قريظة وبين المصطلق وخيبر، بل لم يتدخل في حياتهم السياسية الخاصة. هذا من جهة. وحتى أنه توفي عليه الصلاة والسلام ودعه مرهونة عند يهوديين، وهذا يدل على شيء مما يدل على أن المسلمين كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع اليهود والنصارى. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أن الله عز وجل طالبنا بالدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام. كيف ندعوهم ونحن لا نعيش معهم؟ كيف ندعوهم ونحن لا نحتك بهم؟ هذا لا يمكن. وبالتالي فكون الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول لنا أن ندعو الناس إلى الإسلام، هذا يتضمن ضرورة أن نتعايش معهم وأن نحتك بهم وأن نختلط بهم، ولا يعني أبدا أن نكين لهم العداء ونتعقب بهم الدوائر. هذا لا يمكن. بالتالي يمكن أن نقول بأن ما يدعو إليه الجماعات المتطرفة من محو العدو من الأرض، هذا بالحقيقة إسلامهم وليس الإسلام الصحيح. فالإسلام الصحيح هو الإسلام الذي يجادل بالتي هي أحسن، الإسلام الذي يدعو بالتي هي أحسن، الإسلام الذي يدعو بالحوار. وبالتالي يقول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالضمير هنا راجع للقرآن الكريم، هو الذي يجب علينا يجب أن تكون الكلمة باللسان لا بالسنن. هناك نقطة محورية في قضية الإمامة هذه، وهي أن الشروط، أن عندما على كل حال نتطلع إلى ما يقوله الجويني في كتاب الغيازي، فيقول بأن الإمامة شيء ضروري ولا يمكن أن تقوم الحياة إلا به، ولكن مع ذلك يقول بأن الشروط التي وضعها الفقهاء والترتيبات التي قالوها، أن هذه الشروط إذا لم تكن تتلائم مع الإمام القائم فيجب علينا التضحية بتلك الشروط من أجل المحافظة على الأمن، وأن وجود إمام هو فقط مكسب علينا أن لا نضحي به، وأن نضحي بالشروط وبالترتيبات في سبيل أن يكون الإمام موجودا. وهذه في الحقيقة ذكرى مهمة جدا، نجدها متأصلة في الذكر السياسي الإسلامي، وهو أن البقاء على الموجود خير من البحث عن المفقود، وقد لا نعرف ما يترتب عن ذلك المفقود. فنحن بانتظار البحث عن إمام مطلق أو بصفات يصعب تحققها، مع البحث في ذلك فإننا قد نضحي بالأمن والاستقرار، وبالتالي كان علينا أن نحافظ على الإمام رغم ما فيه من النواقص، لأن ذلك أقرب إلى الأمن وأقرب إلى ازدهار الأمة. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذ أحمد، بارك الله فيك. هل يجيز الإسلام للمسلم أن يكون محكوما بغير المسلم أستاذ أيمن؟ نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. بداية نحن نتفق مع المتصل الكريم، و
فعلا عهد الأمة الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية وصوله إلى المدينة المنورة، نجد عند الاطلاع عليه أنه ساوى بين الجميع كمواطنين في هذا المجتمع، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد وآخر بناء على الدين أو على غيره من المعايير كمواطن في الدولة، ولا تحدد المواطنة وقيمتها ودرجتها بناء على الدين أو غيره من الصفات. المهم، هم المسلم أستاذ محمد هو إصلاح نفسه، إقامة الشريعة في نفسه. إن كان مسلما عاقلا، إن كان بالغا عاقلا، أقام الشريعة بداية على نفسه، وأقام حكم الله تبارك وتعالى على نفسه، ثم يبدأ بتوسيع الدائرة على من هم تحت مسؤوليته. لا يسعى المسلم إلى توسيع مسؤوليته، ولا يطلب توسيع مسؤوليته، لا يطلب الإمارة، سنأتي إلى ذكر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلب المسلم الإمارة والقيادة. نعم، ولا تعطى لمن يطلبها، يعني نهى من جهة أن يطلبها المسلم، وأمر المسلمين كمجتمع ألا يعطوها لمن يطلبها. فإذا الإمارة ليس فقط إمارة المسلمين، سواء إمارة بلد، إمارة قرية، إمارة حارة، إمارة عائلة، أي إمارة يجب أن لا تطلب، القيادة يجب أن لا تطلب وأن لا يسعى إليها، بل هي تمنح، يمنحها المجتمع للأناس الذين يجدهم المجتمع أهلا لهذه الأمانة من خلال خدمتهم ومن خلال يعني معاينة شخصياتهم ومؤهلاتهم وتصرفاتهم. المهم، فبعد ذلك تتسع الدائرة حتى يقيم الشريعة على نفسه وعلى أهل بيته. يعني أن ما المقصود بالشريعة مرة أخرى؟ هي ليست مجموعة الحدود والقوانين فقط، الشريعة كل الشريعة، يعني يعكس القرآن في نفسه، يصبح يعني يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته في كل أمر، حتى يصبح كأنه نموذج لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي مهمة المسلم وهمه اليومي. إذن إنفاذ قانون الله تبارك وتعالى على نفسه وعلى من هم تحت مسؤوليته. طيب، للأسف هناك من يعتقد أن من واجب المسلمين أن يحكموا حيث كانوا، أينما كان المسلمون يجب أن يسعوا إلى الحكم حتى وإن كانوا ثلة صغيرة في المجتمع. طيب، كيف مثلا إذا كان هناك 1000 مسلم في دولة فيها مليون، هل من حقهم أن يسعوا إلى الحكم؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا يوافق العدل؟ طيب، إذا أصبح المسلمون أكثرية، فهذا نحن نذهب الآن إلى الديمقراطية، إلى الشورى، نذهب إلى، يصبح من حق المسلمين أن يحكموا عبر الانتخابات وعبر الشورى. الآن كل ما يدعيه أدعياء السعي إلى الحكم وطلبه الحثيث بكل الطرق، دليلهم الوحيد هو التالي: أن ما يقوم به الواجب فهو واجب. وهنا حدث خطأ تراكمي. كيف؟ هم ظنوا في البداية أن من واجب المسلم أن يقيم الشريعة بالقوة، أن يقيم الحدود والقوانين وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها من قوانين الشريعة، أن يقيمها بالقوة على نفسه وعلى الآخرين. هذا الخطأ قادهم لخطأ آخر مركب، وهو بما أنه لا يمكن تطبيق الشريعة إلا من خلال حاكم مسلم، لذلك فإن إقامة حاكم مسلم في أي بلد، في أي بلد، هو واجب شرعي، حتى نتمكن من خلاله أن نطبق الشريعة بالقوة والإكراه والجبر والسلطة على الآخرين. فهذا الخطأ قاد إلى خطأ آخر. لذلك هنا تبرز، يعني هذه واحدة من المحطات التي تبرز، يبرز من خلالها أهمية بعثة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. الأمة عندما تتعثر وتخرج مقطورتها عن السكة، تبدأ تبتعد شيئا فشيئا حتى تغيب السكة عن الأنظار، ويصبح الرجوع أصلا ضربا من الخيال. هنا لابد من تدخل اليد الإلهية، ولابد من بعثة ذلك الإمام المهدي بهدى الله تبارك وتعالى، ليكون إماما مهديا وحكما عدلا يعيد قاطرة الأمة إلى مسارها الصحيح. طيب، قبل أن نخرج إلى فاصل قصير، نأخذ الأستاذ محمد جابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساك أبو صليح. أهلا بك أستاذ محمد. يعني أنت مررت، كيف؟ بارك الله فيك. يعني أنت كنت ضحية للفكر
العقيم الذي دمر جزء من حياتك، فهل لك أن تلقي الضوء وتنصح الشباب الغيور حقيقة على دينه لكنه ضلل وألقي به إلى التهلكة؟ تفضل. بارك الله فيك أبو صالح. طبعا أنا ما حداش خابط في الجماعات الإسلامية أدي. بدي أحل لك كل المشكلة، لأنه أنا على اطلاع مباشر في فكر هدول الناس. قبل ما أحل المشكلة طبعا بدي أحلها بأدلة من القرآن. إنه الثورات العربية اللي صارت في الربيع العربي، يا للأسف كلها رفعت شعارات على الأنظمة اللي رفعت شعارات من قبلها. فعلى سبيل المثال الثورات، الثورة التصحيحية والثورة اللي كانوا يقولوا يرفعوا شعارات ضد النظام الفاسد اللي هو أيضا هذا النظام رفعها. طبعا ربنا سبحانه وتعالى هذه الجامعة الدينية إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الدليل أنا ما بتهم، إنه هذه الجماعات الإسلامية رفع يا للأسف نفس الفكر، أبناء نفس الفكر الواحد سيطروا على بعض المناطق في سوريا، سيطر داعش على قرية وجبهة النصر على قرية نزلوا بعضهم دبح. طب وين حرمة دم المسلم؟ وين يا سيدي الشيخ حرمة دم المسلم؟ هذا سؤال من حقي أنا أسأله لكل مسلم. أما مصيبة الجماعات الإسلامية اللي أنا عاجنها وخابرها وبعرف الأدلة اللي بتستدل فيها يا للأسف بنعرفوها، بتستدل الجماعات الإسلامية في آية الاستثناء ويا للأسف اللي هي وعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم. ركز على هذه الجملة في الآية، وليمكنن لهم دينهم. هل قال الله وليمكنن لهم دولتهم؟ فهم باختصار بدهم دولة على النظام الأموي. ايضا الرد على المشايخ في الموضوع اللي تناولتوه انتم، بديش اعيد الكلام اللي حكيتوه بكل بساطه زي ما قالها اخونا الزول. بكل بساطه سيدنا يوسف كان وزير فرعوني، بس هو هذا اللي كنت تسموه ما بعرفش انا، بديش افسر. كان وزير في نظام فرعوني وكان وزير مسؤول عن الاقتصاد او غيره، بديش اتطرق هذا الموضوع. وهذا رد طبعا، هم يقول شرع من قبلنا شرع لنا. هو ربنا سبحانه وتعالى كان يحرم وكان يحلل على كيف المشايخ. انا بعتبر انه الدين واحد، لا لم يختلف، الحرام حرام والحلال حلال. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. استدل في الايه من لم يحكم بما انزل الله، تفضلتوا انتم وذكرتوا وليس من كافرهم. السؤال بيطرح نفسه، بدنا نجي نبين هذا الحكم اللي هم بيستدلوا فيه استدلال خاطئ على الأسف. لو جينا نضرب مثال يا أبو صلاح على اللي بيسرق، في تقول لسيد الشيخ هاي هذا سرق مثلا مليون دينار، مليار دينار، شو حكمه؟ بقول لك تقطع إيده. طيب هذا سرقنا من دينار وتاب وعاود رجعه، شو حكمه؟ تقطع إيده. طيب هذا سرق عدة سرقات، تحكمه تقطع ايده. طيب هذا لاول مره بسرق، تقطع ايده تقطع ايده تقطع ايده. الله اكبر. طب وين التفصيل؟ وين التفصيل في هذا النظام اللي هو النظام العقوبات اللي بتحكوا عنه؟ اين هذا النظام، نظام العقوبات في الاسلام؟ طبعا انتم بتقولوا ومن لم يحكم بما انزل الله، بس تجي على الاجتهادات الفقهيه لا، انتم بتقولوا من لم يحكم بما انزل الله، يعني اللي سرق وتاب ولاول مره بسرق واللي 100 مره بسرق واللي ما زال بسرق كله نفس الحكم. بتقولي لا ما هو في تفصيل للحاكم. طيب وين اجتهاد الحاكم بالنص اللي تستدل فيه من لم يحكم بما انزل الله؟ يعني لازم ربنا انزل هذا الحكم مفصل في نص قران. طب وين نظام العقوبات في القران؟ ما انزل الله بالاجتهاد مشايخ ولا فعل اي صحابي ولا الى اخره، لانه انت تستدل بالنص بما انزل الله. فأين أنزل الله النص القرآني أو النص اللي أنزل فيه ربنا هذه العقوبات والتفصيل في هذه العقوبات؟ وين هو نظام العقوبات؟ كلهم أكم من حد، 4-5 حدود. اللهم صل على سيدنا محمد. باختصار يا أبو صلاح، نعم، المشايخ في الجماعات الدينية بفصلوا وبطرزوا وبلبسوا الثوب حسب فكرهم وحسب نظرتهم وحسب اجتهادهم وبنسبوا لربنا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. بالضبط، وبنسبوا لربنا ولا الرسول. بكل بساطة
هم بيع عمالهم اكبر دليل انه هاي مرسي السلام في مصر كفروا السلفيه والحزب التحرير قالوا عن امريكا وكذا الى اخره مثلا. فهم مش قابلين منهم. بدنا نجي يا ابو صلاح نطبق الشريعه المسيحيه اللي بيحكوا فيها الشريعه الاسلاميه. اني شريعه؟ شريعه داعش ولا شريعه حزب التحرير ولا شريعه الاخوان المسلمين ولا شريعه السلفيه ولا شريعه الشيعه ولا شريعه الصوفيه؟ أني شريعة بدنا نطبق؟ ما هو ولا واحد فيهم بيقبل الثاني ولا شريعة بتتفق مع الثاني. كل واحد أصل الشريعة. يا للأسف اللقاء اللي جابوه مع في قناة عراقية مع أحد اللي بده يفجروا أنفسهم بقول لك طب أنت عمالك بتقتل أنت الغير داعشي، يعني تقتل جبهة النصرة مثلا، ليش بتقتل؟ طب ما هذا مسلم من أبناء اللي فتن الواحد من المدرسة السلفية بيجي للمدرسة السلفية، طب كيف بدك تقتله؟ فبقول له يكفر قبل ان يقتل. يعني هذه قاعده التكفير عندهم بتحل دماءهم بكل سهوله، لا بضل فكر ولا طب انا بدي اتبع اني شريعه من شان الله بدي اعرف النهج السلفي. طب هو النهج السلفي كل شيخ بطبقه حسب فهمه لهذا النص. افرايت من اتخذ اله هواه هم بيتبعوا ما تهوى انفسهم اله الهوى. أنت يا أبو صلاح ذكرت لي قلت لي كلمة وأنا عمري بحياتي ما بنساها والحمد لله رب العالمين شفت كل ما أفعل فعل أتذكرها. يجب أن نخرج الأصنام من داخلنا. هذه الأصنام اللي هي وأخطرها إله الهوى بدنا نخرجها من أنفسنا ونتبع الحق لا نتبع ما تهوى أنفسنا ومزاجياتنا وما نراه نحن بارك الله فيك البشرية. جزاكم الله أحسن الجزاء. نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا الأكارم كونوا معنا، تفضلوا. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر. وما كان صرخ يصعدن إلى العلا وما من دعاء يسمعن وينصر. على أجدر الإسلام نزلت حوادث وذاك بسيئات تذاع وتنشر. وفي كل طرف النار فتن تأججت وفي كل ذنب قد ترى أرى كل مفتون على الموت مشرفا وكل ضعيف لا محالة يعثر. فأنقض ظهري ضعفهم ووبالهم ومن دون ربي من يداوي صور. فيا ربي أصلح حال أمة سيدي وعندك هين عندنا متعسر. قد اندرست آثار دين محمد فأشكو إليك وأنت تبني وتعمر. وما غير باب الرب إلا مذلة وما غير نور الرب إلا تكدر. وكل سعيد يعرف الحق قلبه وأما الشقي فيعلمن حين يخسر. وإني تركت
النفس والخلق والهوى، فلا السب يؤذيني ولا المدح يبطر. أحن إلى من لا يحن محبة، وأدعو لمن يدعو علي ويهذر. خذ الرفق إن الرفق رأس المحاسن، ويكسر ربي رأس من يتكبر. ورثت علوم المصطفى فأخذتها، وكيف أرد عطاء ربي وأفجر. وعندي دموع قد طلعن المآقيا، وعندي صراخ مثل نار مسعر. أكان لكم عجبا ببعث مجدد؟ هلما انظروا فتن الزمان وفكروا. أتحسب أن الله يخلف وعده؟ أتنسى المواعيد التي هي أظهر؟ والله إني جئت منه مجددا بوقت أضل الناس غول مسخر. وعلمني ربي علوم كتابه، وأعطيت مما كان يخفى ويستر. ألا ليس غير الله شيء مدوم، وكل جليس ما خلا الله يهجر. وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في كل مكان، البث عبر القناة الفضائية وكذلك عبر موقع القناة على اليوتيوب، فأرجو المتابعة وأرجو نشر الرابط لكل الحلقات لمعارفكم الذين لم يتمكنوا من مشاهدة هذه الحلقات المهمة الغاية في الأهمية. تخيلوا لو علموا وفهموا وأدركوا هذه التعاليم التي جاء بها الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود، وهذه الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، كم من الدماء كنا وكم من الأرواح التي ذهبت هكذا هباء بدون أي نتيجة. كيف حافظنا على هذه الدماء وعلى هذه الأرواح؟ فأتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تقع هذه الكلمات على أذان صاغية وقلوب واعية، وأن يهتموا في إيصال هذه التعاليم إلى الآخرين. بلغ ما أنزل إليك، فواجب كل أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية على الأقل إرسال الرابط لأصدقائهم لأقربائهم حتى يسمعوا ويعوا، حتى يعيش المجتمع الإسلامي الأمة الإسلامية في أمن وأمان واستقرار ومحبة ووئام، دون أحقاد وضغائن، ودون تأطر لأحزاب وعبد أن يعبدوا الأحزاب بدل من أن يكونوا رسل سلام، وأن يعملوا ليل نهار لإسعاد الآخر وليس فقط القتال والشجار والخصومات لحقوقنا وتحقيق مصالحنا الذاتية. أستاذ تميم، إذا كان الحاكم مسلما فهناك من يرى جواز الخروج على الحكومة والثورة عليها، فما موقف الإسلام من ذلك؟
بارك الله فيكم. الواقع أن هؤلاء الذين يرون جواز الخروج على الحاكم، بل ليس الجواز فقط، وإنما يرون بأن الإسلام في الواقع قد وضع خطة للانقلاب والثورة على الحاكم غير المسلم، أو أيضا على قلب الحاكم المسلم، فيما لو كان هذا الحاكم المسلم لا يصلح أو قد فسق أو قد كفر أو ما إلى ذلك. الواقع أنهم يعتمدون على فهم لحديث واحد، وهذا الحديث أصلا إنما يأمر بالطاعة وبعدم الخروج، وهم فقط توقفوا عند مسألة الاستثناء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا منها أن هذا الاستثناء يعني أنكم تستطيعون أن تخرجوا فيما لو حدث الكفر والبواح. سأقرأ عليكم بداية هذا الحديث. ماذا يقول هذا الحديث؟ يقول هذا الحديث أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض طلب منه أن يحدث بحديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، يعني علينا أن نبايع على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فنلاحظ أن هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول: عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني في الأمور التي تحبونها وتتحركون نحوها بالرغبة وبالحب، وفي الأمور التي تكرهون القيام بها، وفي العسر وفي اليسر، وفي الأثر عليكم، بمعنى أنكم إذا رأيتم غيركم قد استأثروا ببعض الأمور ونالوا بعض الأمور ونالوا بعض المكاسب والمناصب، وظننتم بأنهم يعني بأنكم أولى منهم بذلك، فعليكم ألا تتركوا السمع والطاعة، ويجب ألا تفكروا في هذا الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عليكم ألا تنازعوا الأمر أهله، عليكم ألا تنازعوا الأمر. ما هو الأمر؟ أمر الحكم. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إنما عنا أن عليكم فقط ألا تطيعوا فيما يتعلق بالكفر البواح الواضح الذي عليه برهان من الله تبارك وتعالى. هذا الجزء اعتبروه كأنه تصريح بأن عليكم أن تنقلبوا أو أن تثوروا على الحاكم بدعوى أنه لا يطبق الشريعة. يعني منهم من قال مثلا الكفر البواح، وإذا كان الحاكم لا يطبق الشريعة فهو قد كفر كفرا بواحا، فعند ذلك علينا أن ننقلب عليه. أو مثلا والله الحاكم ربما تصل الأمور إلى أن الحاكم لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يربي ذقنه ويأخذ، أو ربما يكون قد ربى ذقنه ولكنه يأخذ منها بعض الشيء. فبعض الناس قد يرون بأن هذا مسوغ كاف لأن هذا كفر بواح. لماذا؟ لأن الذي يترك السنة عامدا متعمدا عندهم فقد كفر. فهكذا اعتمدوا على هذا النص الوحيد الذي قلنا بأنه أصلا نص في السمع والطاعة وفي عدم الخروج وفي عدم الثورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أكثر من حديث. على كل حال، يعني من ضمنه أن بعض الناس قالوا يعني إذا سلبت حقوقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن السمع والطاعة، يعني فيما لو إذا أخذ الحاكم مالي، قال: وإن أخذ مالك، وإن جلد ظهري، وإن جلد ظهرك. يعني بمعنى أن التشديد في الإسلام وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان على عدم الخروج. وكما قلنا، مسألة عدم الطاعة فقط في كفر بواح يمكن أن يأمر به الحاكم أو النظام. كما يعني كما على سبيل المثال، كما يحدث مع أفراد الجماعة في باكستان، لكي تكون واضح، يقول لك مثلا: لا تؤذن أو لا تشهد الشهادتين، أو السلام عليكم مخالفة قانونية. فمع يعني هذا فعلا، أين هذا؟ يعني بهذا لا نطيعه، أو لا نصلي.
فنصلي فلا نطيعه صحيح. في ذلك، أما في كل الأمور طبعا. الأخرى لابد من طاعته، يعني فقط في هذه الجزئية لا نطيع في الكفر البواح، فقط في هذه الجزئية، أما في باقي الأمور فنطيعه. نعم، هذا 100% طبعا، وفعلا الجماعة الإسلامية الأحمدية مثال على ذلك. يعني في باكستان لا يوجد أحمدي يخالف القانون الباكستاني، رغم أن القانون الباكستاني في الواقع يعني كثير منه قد صيغ أصلا ضد مصلحة الأحمديين، يعني يضعون الأحمديين في رؤوسهم. على كل حال الأحمديون ملتزمون بكل شيء في القانون، وأقل الناس مخالفة له، بينما فيما يتعلق بأمور لا يمكن أن نقبل بها، مثلا يقولون إنكم لستم بمسلمين، لا نقول نحن مسلمون. يقولون عليكم ألا تصلوا صلاة المسلمين، لا نصلي. نقول يقولون يجب ألا تقولوا السلام عليكم، لا نقول السلام عليكم. وقد عانى الأحمديون ودخلوا السجون كما تفضلتم بسبب هذا، ولكن هذا كله لم يكن تمردا، ولم تسوغ الجماعة، ولم تقل بأنه يجوز للأحمديين مهما بلغت قوتهم أن ينقلبوا أو أن يشاركوا في أي مؤامرة ضد دولة ظالمة كالباكستان. وهذا في الواقع هو يعني تطبيق لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صورة من صور هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عندما كان في مكة فلم يكن ثائرا ولا متمردا، ولم يقم بأي عمل يؤدي إلى إخلال الأمن، وإنما كان صابرا محتسبا، وكان هو وصحابته يعانون الاضطهاد الشديد على يد المكيين، ومع ذلك لم يقم بأي نوع من التمرد، مع أنه كان يمكن أن يؤذي المكيين بشدة لو أراد ذلك. مثلا كان ربما يصنع فرق اغتيال ويغتال هؤلاء الزعماء، وتنقلب الأمور وتصبح في يده في اليوم التالي، ولكن هذا الأمر لم يحدث. يعني على كل حال يعني أردت أن أضيف شيئا أستاذ تميم. نعم. أستاذ أيمن تفضل. يعني ما حتى مع اضطهاد أفراد الجماعة في باكستان، إلا أن الجماعة وأفراد الجماعة يرون من واجبهم أن يخدموا دولة باكستان والشعب الباكستاني، كانوا وما زالوا وسوف يستمرون مهما اضطهدوا. وهذه هذا التعليم النبوي، هذا هو التعليم الإسلامي العظيم الذي يجب أن نركز عليه، ليس فقط حقوقنا، يعني تخطوا موضوع الحقوق، بل هم يقدمون كما تقدم الأم الرؤوم إلى أبنائها، بل أكثر من ذلك، هم يعملون تطبيق عملي، يعملون ليل نهار لإسعاد الآخرين من أبناء جلدتهم، ويخدمون وطنهم كانوا وما زالوا. كان تربية النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد إلى مكة منتصرا، ورغم كل العذابات ورغم كل الألام وكل الظلم الذي تعرض له من أهل مكة، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم. فإذا هذه النفسية، هذه التربية تقود، تعطي نفس الثمار. المسلمون الأحمديون في باكستان يعيشون بهذه النفسية، نفسية أنه لا ضغينة، لا حقد في داخلنا عليكم أبناء جلدتنا، إلا أننا نكره ظلمكم هذا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يرتفع عنا. نعم أستاذ تميم تفضل. نعم بارك الله فيكم. الواقع فعلا هو أن التغيير يحدث بالطاعة وليس بالتمرد. يعني على سبيل المثال، التغيير يعني هذه جملة مهمة أستاذ تميم، التغيير يحدث بالطاعة وليس بالتمرد. تمرد نعم، لأن المتمرد ما الذي يحدث في الواقع؟ المتمرد يخسر كل شيء. المتمرد يصبح صوته صوت الثورة والتمرد، ويصبح مباشرة في موضع الاتهام وفي موقف سلبي للغاية، لأنه يعني يقول بأنه مثلا لا وجود لي ولا قيامة لي إلا بالقضاء على خصمه. بينما الإنسان الذي يطيع والذي يؤدي الحقوق لا بد أن يترك هذا أثرا حتى في الظالم نفسه. يعني هنا على فكرة أنا أعرف عدد من قصص الأحمديين الذين بايعوا الجماعة بسبب ما رأوه من المظالم تجاه الأحمديين الباكستانيين. يعني بعض الباكستانيين الذين أصبحوا أحمديين عندما أسمع قصصهم، يعني منهم من قالوا عندما رأينا كيف أن الأحمديين يضطهدون، وكيف أنهم صابرون، وكيف أنهم ملتزمون بالقانون، وكيف أنهم أناس طيبون، فهذا جذبنا إلى هذه الجماعة، وقلنا لا يمكن، وهذا سمعته من أحد الإخوة، قلت لا يمكن أن أقف في جانب المضطهد، أنا دائما في جانب المضطهد.
يعني فتخيلوا كيف أن هذا الأمر أثر. يعني على سبيل المثال إذا عدنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواقع أن اضطهاد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وعفو النبي صلى الله عليه وسلم أخجل هؤلاء المكيين وجعلهم في موضع حرج للغاية. بينما تخيلوا فعلا لو أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حكومتهم بالبطش وأخذ بمعاقبة هؤلاء وغير ذلك، فهذا كان سيؤدي إلى اختلاط الأمور وإلى حدوث ضغائن. نعم. وإلى يعني بمعنى يختلط الأمر بين الظالم والمظلوم. فيعني هذا طبعا من باب كيف أن هنالك فائدة عظمى في موضوع الطاعة. وباختصار شديد، هؤلاء عندما يتحدثون عن قضية جواز الخروج على الحاكم، هم في ذهنهم أنهم نريد أن نحكم بأي وسيلة. يعني إن كان هذا الحاكم حاكم مسلم، فهذا الحاكم المسلم لو خالفنا ونستطيع أن نعتبره مخالفا لنا من خلال أن نعتبر أي عمل له وإن كان بسيطا أنه مخالف للشريعة وهو كفر بواح فننقلب عليه. يعني المسألة هي عبارة عن مسألة براغماتية وصولية انتهازية لا علاقة لها بالإسلام، وإنما يحاولون أن يأخذوا جزئية صغيرة جدا من حديث، هذا الحديث كله أصلا يتحدث عن الطاعة ويتحدث عن الالتزام ويتحدث عن أن الإنسان يجب أن يصبر على الطاعة وأن لا ينازع الأمر أهله وأن لا ينازع الحكام في حكمهم، فيأخذون منه الجزئية الأخيرة المتعلقة بأنه يجب أن لا تقبل بأن يجبروك على شيء يخالف أمر الدين، ويقولون هذا هو المسوغ للانقلاب. نعم. عليه، وهذا النص لا يخدمهم مطلقا. جزاكم الله أحسن الجزاء. تفضل. فقط تعقيب بسيط، هناك آية في كتاب الله العزيز تؤيد ما تفضل به الأستاذ تميم من هذا الفهم لهذا الحديث. هو موقف مشابه مصغر ولكنه مشابه. انظر، الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أليس الوالد والوالدة أولياء أمور ابنهما؟ طيب، إذا أرادوا أن يشرك بالله تبارك وتعالى أو يخالف أوامر الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل؟ هل يقتلهما؟ هل يقاطعهما؟ هل يقطع رحمهما؟ هل يضربهما؟ هل يقطع يثور عليهم؟ نعم، هل يقطع مصروفه مثلا أو أي واجب من واجباته، يقصر بأي واجب مهما كان بسيط تجاههما؟ أليس أولياء أموره مثل الحاكم؟ انظر الآية ماذا تقول: فقط لا تطعهما في هذه الجزئية وصاحبهما في الدنيا معروفة، ابقى كما أنت في الخير ولا تطعهما فقط بهذه. جميل. وأدي واجباتك الباقية على أكمل وجه. جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ جمال، يزعم دعاة الخروج على الحكومات أيضا أن شرعية الخروج تقوم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الإسلام، فما حقيقة ذلك؟ نعم، يستدل هؤلاء الخوارج على جواز منع المفاسد الشرعية بالقوة، يعني من باب ما أسموه حقهم في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وذلك يعني من منطلق فهمهم السيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال يقولون إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، وهذا حديث يعني موجود في السنن، في سنن النسائي وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ف هذا منطلقهم في فهم هذا الحديث واتخاذه ذريعة لجهرهم وخروجهم لتغيير ما يحسبونه منكرا في مجتمعاتهم. ورغم أن هذا الحديث وحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه حقا وجوب تغيير المنكر، لكن وفق حدود الصلاحية ووفق حدود المسؤولية وليس الأمر على إطلاقه. وهذا ما ذكره حقيقة بعض شراح الأحاديث، يعني ممن استنبطوا هذه الدقائق في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الملا علي القاري في شرحه للحديث في مرقاة المفاتيح، حيث يقول: قال العلماء إن أمر تغيير المنكر باليد موجه إلى الأمراء، أي ذوي السلطان والقدرة،
وتغييره باللسان موجه إلى العلماء أي الوعظ يعني والنصيحة، وتغييره بالقلب موجه إلى العوام. يعني من هنا على سبيل المثال ندرك أن مسألة تغيير المنكر على فرض حصوله ليس لمن هب ودب، وإلا أدى ذلك إلى فتنة وفساد كبير وفوضى عارمة. والله تبارك وتعالى ينهى عن الفساد والإخلال بالأمن في قوله تعالى والله لا يحب الفساد. أما مراتب تغيير المنكر في ضوء هذا الحديث النبوي الشريف واضحة ومعلومة، فتغيير المنكر باليد لأحد الناس لا يكون إلا في نطاق حدود المسؤولية والصلاحية. على سبيل المثال رب الأسرة مع أبنائه وأهله، والمدير في مؤسسته، وهكذا دواليك، يعني أي في حدود الصلاحية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه التراتبية وهذه حدود الصلاحية التي هي في نطاق كل فرد هي التي تتيح أن تغير هذا المنكر في حدود مسؤوليتك وليس في غير ذلك، وإلا أدى ذلك إلى ارتكاب منكر أكبر من هذا الذي يحسبه المرء أنه. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذ جمال. معنا على الهاتف الشيخ سمير العاصي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. بيك. الصحيح أولا بارك الله فيكم وجزاكم الله أحسن الجزاء على إثارة هذه المواضيع التي لها دور كبير في تغيير مفاهيم مغلوطة يتبناها كثير للأسف من المسلمين في هذه الأيام، كالخروج على الحاكم والتسبب في نشر الرعب والمظالم بين الناس في هذه الأيام، كما حدث فيما يسمى في الربيع العربي. إلا أن هناك بعض الملاحظات التي لابد أن تبين بشكل أوضح، مع احترامي وتقديري لكلامكم ولطرحكم. نحن مع عدم الخروج المسلح في مواجهة فساد الحاكم، إلا أن هذا لا يعني أن يقف المسلمون موقف اللامبالي بالنسبة للسياسة الظالمة التي ينتهجها الحاكم والتي يتسبب فيها في نشر المظالم بين الناس وبين العباد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث منها ما ذكره الأستاذ تميم بيّن أنه لابد للمسلم أن يكون له موقف بالنسبة لفساد الحاكم. الحاكم إن حرمني حقي مثلا، أو أنا رأيت أنه في حرمان لحقي، ولكن كحق للأمة وكانحراف لا ينبغي أن أصبر أو أن أسكت أو أن أرضى. الله سبحانه وتعالى بين دور المؤمنين في القرآن الكريم في مواجهة الفساد، قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واضح يقول ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا فدوروا مع الإسلام حيثما دار، ألا وإن القرآن والفرقان سيفترقان، ألا فارقوا السلطان ولا تفارقوا القرآن، ألا وسيكون عليكم من بعد حكام ظالمون يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال كونوا كأصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير، والذي بعثني بالحق نبيا لموت في سبيل الله أفضل من حياة في معصية. ونحن لو تتبعنا حكم الخلفاء ونهج الخلفاء الراشدين
رضي الله عنهم من ابتداء من سيدنا أبي بكر، حيث كان حينما تولى الخلافة يقول أطيعوني ما أطعت الله. وعمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول إن رأيتم في أوجاجا فقاوموني، فقام رجل من المسلمين وقال لو رأينا فيك أوجاجا لقاومناك بحد سيوفنا. ولذلك وها هو سيدنا الإمام الحسين سبط رسول الله عليه السلام، هو سيد شباب أهل الجنة، حينما قام بعدم إعطاء الشرعية لرجل لا يرى أنه فيه تستقر الأمة، وحينما رأى أن في نهج انحراف عن نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الخلفاء وأنه مفسد في الأرض، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم سلطانا جائرا لكتاب الله ناكسا ولسنة رسوله مخالفا يسعى بين العباد بالعدوان والإفساد ثم لم يغير عليه بقول أو عمل إلا كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. فاليوم لا يمكن أن تسقط جماعة المسلمين حينما ترى أن رئيسا يفسد ويستأثر بكل شيء، وفي عصره وزمانه يكثر المظالم والفقر والاضطهاد وتمنع الكلمة وتكتم الأفواه، وأن نقول حتى لو جلدنا نسكت. فخلينا أستاذ شيخ حتى لكن وصلنا نعم إلى نهاية الحلقة، لو سمحت لي أنهي بهذا السؤال. نحن لسنا أولا مع القيام المسلح تجاه الحاكم. أنا لم أسمع، أنا لم إن أمكن قليلا دقيقة واحدة. أن ينبغي على المسلم وهو يرى الفساد من خلال سياسة الحاكم أن أسكت وأن أرضى وأن لا يكون لي موقف. ولذلك لا بد أن تكون هناك معارضة، وهذا ما حدث. حتى معارضة يعني في عهد سيدنا الإمام علي خرج عليه الخوارج. وصلت الفكرة شيخ سمير، لأنه انتهى البرنامج. أستاذ تميم أرجو تعليقك لأنه تطرق الشيخ سمير لك، تفضل. بارك الله فيكم. طبعا يعني ما وددته أن أقوله، يعني أنا الآثار التي ذكرها الشيخ سمير على كل حال، رغم أننا طبعا نحن نقبل بكل ما يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لمعيار الحديث، بمعنى أنه يكون له سلسلة وما إلى ذلك، ولكنها هذه الأحاديث هي أحاديث ليست حتى في الكتب الستة. على كل حال ليست هذه القضية، القضية هو أن فعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر واجب على المسلم أيا كان موضعه، ولكن من الذي سيأمر الحاكم بالمعروف؟ يعني هل هو رجل الشارع العادي؟ هل يستطيع أي إنسان أن يقيم هذه المسألة؟ كما كانت الهتافات في مصر عودوا للشارع وللشعب، وشو علاقته بالحكم والحاكمية وبإدارة شؤون الدولة؟ نعم، يعني المسلم باختصار، المسلم ليس إنسانا سلبيا في مجتمعه، بل على العكس تماما هو إيجابي للغاية، وهو بالفعل يبحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه يقوم به وفقا لصلاحيته. يعني أصحاب الخبرة والاختصاص على سبيل المثال في مسألة متعلقة بالقضايا الاقتصادية، عليهم أن يوصلوا صوتهم إلى الحاكم بالطرق الشرعية الرسمية دون تمرد ودون تشهير ودون محاولة لإثارة الناس ضد هذا الحاكم، ويومها يتحمل هو المسؤولية في قبول هذا الأمر أو غيره. مثلا هنالك جهات رقابية، يعني في الدول هنالك مثلا مجلس أمة، مجلس نواب ومجلس أعيان وغير ذلك، هذا المجلس يجب أن يقوم بدوره مثلا في الرقابة على الحكومة وتوجيه هذه الحكومة لأن هذه هي صلاحيته. أما أن يقوم رجل الشارع العادي أو أن يقوم الذي ليس مخولا أصلا
وليس مؤهلا ولا يدرك أصلا ما هو الحق وما هو الباطل ويقوم بهذه العملية، فهذا هو الفساد بعينه. باختصار، الإسلام لا يقول إن من فروق أو لنقل من معاني الطاعة هو أننا نرضى بالفساد أو نرضى مثلا بالأمور السيئة، لا، لا يعني ذلك، وإنما يعني أننا يجب أن نعمل على الإصلاح، وأول مدارج الإصلاح هي ألا نكون عصاة متمردين، وألا يعني ألا نكون من دعاة الفوضى ولا من المشاركين في الفوضى. فإذا وضعنا كل شيء في مكانه، وإذا قام كل إنسان بعمله وفقا لصلاحياته، فعند ذلك سيصبح الجميع متضافرين من أجل خير المجتمع، وهذا ما يطلبه الإسلام. فباختصار، الذي يحدث عادة في دعاوى التمرد على الحكام إنما يكون تهييجا للناس واتباعا للإشاعات والأقاويل وتدخلا فيما لا يعني أو لا يخص أو ليس من صلاحية الناس الذين يعني يحاولون أن يقوموا أن يكونوا ناصحين في مسألة أصلاً هم لا يعرفون أبعادها. فلو التزم الجميع بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون ضمن الصلاحية وضمن النطاق، فعند ذلك تنصلح الأمور. أما بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصبح الجميع لنقل يدلون بدلوهم ويثيرون بعضهم بعضاً ضد الحكومة بسبب شائعات وبسبب أكاذيب وأمور لا أصل لها، شكرا، هذا هو الفساد بعينه. نعم، تفضل استاذ. يعني إذا أردنا أن نختصر كثيرا ونؤطر لخطوط عريضة نتفق عليها، نحن نتفق مع الشيخ المحترم الشيخ سمير بأن المسلم ينصر المظلوم ونصرة المظلوم هي واجبة ويجب أن لا يسكت عن الحق وإلى آخره، ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، لابد أن تكون الغاية سامية وأيضا أن تكون الوسائل مشروعة. مشروعة حسب ماذا؟ أنا كمسلم مشروعة حسب الكتاب والسنة. إذن الغايات التي ذكرها الشيخ المحترم هي غايات نتفق معها، ولكن الوسائل للوصول عليها يجب أن تكون وسائل شرعية. مثلا أريد أن أعطي مثالا واحدا فقط وعليه فنقيس. نصرة المظلوم، إذا كان هناك مظلومين ومضطهدين نصرتهم واجبة، ولكن واجبة على مين؟ على أيمن المالكي أن يأخذ بيده هذه النصرة ويشتري سلاح ويذهب ليقاتل، أم هي واجبة على حاكم دولة قريبة مسلمة لديه من القوة ما يكفي ومن العلاقات ومن وسائل الضغط ما يكفي لنصرة هؤلاء المظلومين ورفع الظلم عنهم؟ إذن لابد هذه الغايات سامية، ولكن لابد لتحقيقها من وسائل مشروعة حسب الكتاب والسنة. لكن أستاذ تميم، كان من الضروري أن نتطرق إلى هذه المقولة التي تفهم خطأ بالنسبة لسيدنا عمر رضي الله عنه، يعني من جهة التواضع ظنوا أن الناس يمكن أن تكون أفهم منه وأنه لا يعمل بأمر الله عز وجل، والمقولة الثانية، فأرجو أن تلقي الضوء بسرعة بنص دقيقة. نعم، هذه المقولة لا تعني مطلقا أن من حق أي إنسان أن يرفع صوته ويقول لقد رأيت فيك اعوجاجا وأريد الآن أن أقومك، وإنما عمر رضي الله عنه في الواقع يقدمها من باب التواضع، من باب أنني أريد، يعني يقول أنني أنا أسعى قدر الإمكان إلى أن أجد الحق وأن أتبع الحق وأن أمارس هذا الحق، فإن وجدتم في اعوجاجا فقوموني، من باب التواضع. ومن باب آخر أيضا نستطيع أن نفهم ذلك، يعني مثلا إذا والله اتخذت رأيا وهذا الرأي لم يكن صائبا فأعينوني بمشورتكم. أصلا سيدنا عمر رضي الله عنه كان معروفا بأنه دائما لم يكن يقضي أمرا إلا أن يعقد مراتب من مراتب الشورى، يعني كان أحيانا مثلا يجمع كبار الصحابة وأحيانا الصحابة جميعا وأحيانا أهل المدينة بالكامل ويشورهم في كل هذه الأمور. وهذا لماذا؟ لأنه قد يكون بعض الآراء التي اتخذها أو يكون يريد أن يقوم بعمل ما وهذا العمل مثلا ليس مناسبا، فهذا هو المعنى الثاني إلى جانب أنه تواضع من سيدنا عمر. المعنى الثاني وأن تقوموني بأن تعينوني بمشورتكم الصائبة. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. هنا ألخص وأقول ما قاله سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام بصدد تفسير الآية: أطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن عليكم أن تطيعوا الله ورسوله والحكام في بلادكم. ويقول في مكان آخر ما مفاده: يا أيها المسلمون إذا اختلفتم فيما بينكم في أمر ما فاحتكموا به إلى الله إن كنتم في الحقيقة تؤمنون بالله ورسوله. وهذا هو المراد من أحسن تأويل
كذلك يقول حضرة أحمد عليه السلام في مكان آخر بأن الله قد أمر في القرآن الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأمر بطاعة أولي الأمر واضح، وإذا قال أحد أن الحكومة لا تدخل في قائمة أولي الأمر فهذا خطأ منه، إن الحكومة التي تعمل بحسب الشريعة تدخل في منكم، كذلك الذي لا يعارضنا فهو منا أيضا. يثبت من نص القرآن الكريم أن طاعة الحكومة والخضوع لأوامرها واجب. إذا كان الحاكم ظالما فلا تشيعوا سيئاته، بل عليكم أن تصلحوا ما بأنفسكم فسوف يزيحه الله أو يصلحه. إنما يصيب المرء من المصائب إنما يصيبه نتيجة أعماله السيئة. إن الله تعالى يهيئ للمؤمن أسبابا من عنده. إن نصيحتي لكم هي أن تكونوا نموذجا للحسنات، لا تتلفوا حقوق الله ولا حقوق عباده. بارك الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة في الشهر القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن ملاذي مستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب. رأيناه من نور النبي المصطفى، ولولاه ما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا، وله إلى يوم النشور معقب.